وقبل كل شيء نغسل البرتقال. سأوزع 24 برتقالة على التلاميذ بحيث يأخذ 4 تلاميذ 6 برتقالات. لا يزال عندي برتقال، سأوزع على 4 تلاميذ آخرين. لا يزال عندي برتقال، سأوزع على 4 تلاميذ آخرين. لا يزال عندي برتقال، سأوزع 6 برتقالات على 4 تلاميذ. إذن كان لدينا 24 برتقالة وزعتها التلميذة على زملائها، وكانت في كل مجموعة 4 تلاميذ، فتحصلت كل مجموعة على 6 برتقالات. إذن 24 هنا وزعناها أو قسمناها، قمنا بعملية القسمة، أو إذا أردنا أن لا نتكلم عن القسمة فقلنا فككنا هذا العدد إلى 4 مجموعات. انطلقنا من البرتقال وصلنا إلى عدد التلاميذ، من عدد البرتقال إلى عدد التلاميذ. إذن قمنا في أول في بداية الأمر قمنا بالتفكيك يعني التوزيع، ثم وصلنا إلى بعملية أخرى. العملية الأخرى اللي قمنا بها هي التركيب، ركبنا 4 مجموعات هي المفتاح واللي هي معامل التناسبية. إذن 24 برتقالة لها علاقة ب 16 تلميذا، وبذلك وصلنا إلى أن معامل التناسبية في هذه الوضعية كانت 4.